هناك Donc l'internet c'est تباحثات ومباحثات une مكثفة terrorisme بيننا وبين مصر فيما يخص الإرهاب، والذي يشكل لمصر قضية هامة جدا، وخصوصا فيما يخص داعش والأفكار التي تتبناها مثل هذه المنظمات. وفي ليبيا أيضا تبادلنا الأفكار والمباحثات، وما تقوم به عملية في برلين وما والبناء التي تقوم بها برلين في هذا الصدد. مصر أيضا تحاول أن تكون هناك مباحثات ثنائية بناءة. وما يخص ليبيا في هذه القضية، هناك كثير من الحلول والتي تقوم بها مصر بشكل فعال ونشط فيما يخص الصراع في ليبيا والحلول السياسية التي سوف نصل إليها. والوسط المصرية في هذه الصراعات في غزة، والمبادرة المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية بحل حل الدولتين، ومن المهم أن يكون هناك أن يتم تطبيق حل الدولتين. لقد اتفقنا في ذلك وفي مواضيع كثيرة في سوريا والسودان. هناك ثنائية في المباحثات والاتفاقيات بين البلدين مصر وألمانيا، ونشكر التبادل المفتوح الذي القائم بيننا والتعاون. شكرا جزيلا. Ich habe zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Eine Frage an den deutschen Minister und eine Frage an Herrn Shukri. Die erste Frage an Heiko Maas. Der Ministerpräsident Hariri hat seinen Rücktritt angekündigt. Die Frage ist, was denken Sie, bedeutet das für die Region? Und eine Frage an Herrn Shukri, wenn Sie erlauben. Sie hatten in Ägypten jetzt auch gerade heftige Auseinandersetzungen und Proteste auf den Straßen. Befürchten Sie, dass die Lage in Libanon sozusagen überspringt auf Ägypten? Und wie planen Sie das Ganze einzugehen, wenn die Lage sich so ergeben sollte? Vielen Dank. Shukran. Ja, wir haben diese Informationen natürlich auch zur Kenntnis genommen. Wir gehen nach allen Informationen, die uns vorliegen, dass dieser Rücktritt eine Reaktion ist auf die anderen Proteste, die es in den letzten Wochen gegeben hat. Wir müssen nun sehen, ob es auch wirklich zu einem Rücktritt kommt, denn bisher ist er nur angekündigt worden oder angeboten worden. Letztlich wissen wir aus vielen Jahren, dass die Zusammensetzung der libanesischen استمرت أعوام التي وصلت إليها الحكومة المصرية في الاستقرار والنظر المستقبلية. Dass ein möglicher Rücktritt das Land nicht in eine weitere Destabilisierung في حالة عدم استقرار die weitere Entwicklung التطور الحادث هام جدا بالنسبة لنا وبالنسبة لكم، وقد وصلنا لقرار هام في ذلك. ومما يخص nämlich friedlich bleiben. الحياة التعايش السلمي von überragender Bedeutung. Es ist von überragender Bedeutung, dass die Stabilität in الاستقرار nicht noch weiter leidet. الذي نعاني منه تعاني منه بعض الدول in der jetzigen Situation. والوضع الحالي. Deshalb verfolgen wir diese Entwicklung jetzt sehr aufmerksam. وبانتباه شديد. Und werden uns immer daran beteiligen. ونشارك في بإمكانيات طرح حلول وغيرها.
أكيد نحن نتابع ما يحدث في لبنان وتأثيرات ذلك على المشهد الإقليمي، كما نتابع ما التطورات القائمة في العراق، ولكن أيضا نقدر بأنه لكل دولة ظروفها والاعتبارات التي تؤدي إلى الحراك السياسي بها، والمشهد في مصر للمراقب على مدى الخمس سنوات الماضية هو مشهد تم من خلاله مشاركة في انتخابات رئاسية، مشاركة في انتخابات تشريعية، والانخراط في إطار إدراك الشعب المصري لأهمية البناء والتقدم الاقتصادي والاستعداد لتحمل كثير من الأعباء اتصالا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، لما هو مشهود بإنجازات عديدة في هذا الصدد شهدت بها المؤسسات الائتمانية الدولية على سلامة هذه الإجراءات وجدوتها في تحسين معدلات النمو. فالمراقب للأوضاع في مصر أتصور أنه هو يلمس ما هو متاح من التعبير عن الرأي ووجود وسائل إعلام عديدة تتناول القضايا وتطرح الآراء والرؤى المختلفة، وأيضا أن هناك رغبة من جانب الشعب المصري للاستمرار في تركيز جهوده على البناء ووجود ثقة كبيرة في الدولة المصرية في القيادة السياسية في الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات المجتمع المصري. بالتأكيد لدينا تحديات كثيرة وعلينا أن نواجه هذه التحديات، والشعب المصري يتوقع أيضا الكثير لأنه هو جزء لا يتجزأ من عملية التطوير المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا التفاعل له مظاهر كثيرة، منها العمل بشكل أكثر جدية والمشاركة السياسية من خلال القوانين والقواعد الدستورية الموضوعة. الأستاذ إبراهيم مصطفى، الأخبار. سؤالي من شقين لمعالي الوزيرين شكري وهايكوماس. الشق الأول بخصوص تطورات الدعوة الأمريكية لاجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص سد النهضة. الشق الثاني للمعالي الوزير الألماني، كان حصل اجتماع في وزارة الخارجية مع سفراء الدول التي لها شركات تعمل في السد مثل ألمانيا. الموقف الألماني من قضية سد النهضة؟ شكرا. الإدارة الأمريكية وجهت الدعوة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للقاء في الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر القادم في وجود الممثل الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في إطار المفاوضات الجارية حول سد النهضة. مصر بعد سلسلة طويلة من المفاوضات استمرت وامتدت عبر 4 سنوات وجدت من الأهمية أن يتم استمرار العمل للتوصل إلى الاتفاق، ولكن ضرورة اللجوء وفقا لاتفاق المبادئ إلى ربما وسيط يستطيع أن يقرب من وجهات النظر ويطرح ما هو يعد اتفاق منصف وعادل يحقق مصالح الدول الثلاثة بقدر متساوي ويكسر الجمود ويحيد بعيدا عن أي محاولات لفرض الإرادة أو الأمر الواقع اتصالا بموضوع مهم جدا للثلاثة دول وله تأثيره البالغ على مستقبلهم. نحن نسعى إلى التعاون ونسعى إلى البناء ونسعى بأن يتم حل كافة القضايا من خلال الوسائل الدبلوماسية والسلمية، وأتصور أنه دائما طرحنا لفكرة الوسيط هو دليل على حسن النية والاستعداد للتفاعل الإيجابي، كما كانت مبادرتنا من
سنتين بأن نلجأ الدول الثلاثة إلى وساطة البنك الدولي وقبولنا لما قد يطرحه. نحن نرى في قضية سد النهضة قضية علمية لا يجب أن تسيس ولا يجب أن تستغل لتحقيق أي أغراض سياسية، وأن هناك من المؤسسات العلمية والمتخصصين عندما ينظرون إلى الأمر ينظرون إليه في إطار قواعد من القانون الدولي وأيضا قواعد للتجارب العديدة المتصلة بإدارة الأنهار العابرة للحدود، ومن هذه التجارب تجارب في أوروبا ناجحة جدا، مفوضية نهر الدانوب وغيرها أدت إلى تعاون وإلى توافق فيما بين الدول وإلى تنظيم يحقق مصالح الدول ولا يجعل هناك أي افتئات على مصالح دول أخرى. هذه قضية بالنسبة لمصر عندما اعترفت بحق إثيوبيا في التنمية بل أبدت استعدادها للمساهمة في هذا التنمية من خلال مجالات التعاون العديدة الاقتصادية، وأيضا فيما يتعلق بالتعاون لاستغلال الأمثل للموارد المتاحة كانت دائما بتنظر إلى ذلك على أساس الرباط والعلاقات الوثيقة اللي بتربط بين دول حوض النيل، وضرورة أن تستمر هذه الروابط في خدمة شعوب الدول حوض النيل. ونأمل أن تتعامل كافة الأطراف بما فيها الشركات الخاصة العاملة وفقا لمعايير واحدة ولا تمارس معايير مزدوجة. للأسف نحن نرصد أن هناك من الشركات من قد يحجم عن التعاون في إطار بناء سد لافتقاره إلى الدراسات سواء كانت البيئية أو الاقتصادية أو دراسات الأمان، بينما تتغاضى تماما عن ذلك في حالة ربما سد آخر مثل سد النهضة لم يتم حتى الآن توفير مثل هذه الدراسات له. هذه قضايا بالنسبة لمصر هي قضية جوهرية، قضية حياة، ليست فقط قضية تنمية وإنما قضية حياة. مصر هي هبة النيل، وبالتالي هذا الأمر لابد أن مراعاته باعتباره أمر ماس بحياة 100 مليون مصري، وبالتالي ضرورة إيلاءه إلى أهمية وأن ينظر إليه باعتباره من حقوق الإنسان الأساسية. فهذا حق في الحياة لا يجب أن يتم إهداره. إذا كنا حقيقة نحاول أن نعلي من هذه القيم، أتفق معه تماما. هناك الكثير من المشروعات البيئية والتي تراعي الأمن والبعد الاقتصادي والبيئي وله مصالح تهم العديد من الدول، وقد تناقشنا مع السيد شكري ونعتقد أن من خلال خبراتنا والنماذج التي وضعت أمامنا خلال الأعوام السابقة أن هناك الكثير من الحلول والافتراضيات التي والبدائل أيضا التي نستخدمها في إيجاد حل لكل يناسب الثلاث دول. هذا شيء واضح ومبين. سؤال للسيد شكري عن قضية ليبيا، ما هو رأيك عن الجنرال حفتر وحكومة الوفاق التي موجودة حاليا في ليبيا؟ نحن بالتأكيد نرى التوصل إلى حل للأوضاع الراهنة في ليبيا بما يوفر
ويضمن مصالح الشعب الليبي الشقيق في المقام الأول. وهناك اتفاق سياسي تم اعتماده من قبل مجلس الأمن يجب أن يكون موضع تطبيق وتنفيذ كامل لتسير العملية السياسية في الإطار المقرر، وأن تأتي بانتخابات رئاسية وتشريعية، ويتم تعزيز مؤسسات الدولة بالشكل الذي يوفر مصلحة الشعب الليبي في تقديم الخدمات، في القضاء على الإرهاب، في تحقيق الاستقرار وضمان سيادة ووحدة الأراضي الليبية. تأكيد أنه المشير حفتر والرئيس سراج من الشخصيات الليبية لها حيز ولها مكانة ولها دور رئيسي بحكم قيادة المشير حفتر للجيش الوطني الليبي ورئاسة الرئيس سراج للمجلس الرئاسي وفقا للشرعية المستمدة من قرارات مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار بأنه المجلس والحكومة لديها إجراءات إضافية يجب تنفيذها حتى تتسق مع الاتفاق السياسي بشكل كامل. ولكن نركز على ضرورة التوصل إلى حل للأوضاع في ليبيا، ليبي بأن يتوافق كافة الأطراف السياسية الليبية، الشخصيات المؤثرة على أرجاء ليبيا في شرقها وغربها وجنوبها وفقا للمنظور السياسي لهذه الأطراف وفقا لانتماءاتها السياسية، التوصل إلى حلول تؤدي إلى استعادة الدولة الليبية لمكانتها ومؤسساتها والتلحق بمسؤوليتها في تحقيق الأمن الداخلي وأيضا في تحقيق الاستقرار وعودة ليبيا كطرف ودولة لها مركزها في الإطار الإقليمي ولها أيضا إسهاماتها على مستوى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. الأستاذ آخر سؤال، أستاذ سمير عمر سكاي نيوز. سؤال للوزيرين، معالي الوزير سامح شكري وزير الألماني، فيما يتعلق بتطورات المشهد السوري، هناك يعني قدر ما من التفاؤل بعد الحديث عن انعقاد اللجنة السورية المتعلقة بالدولة السورية، وكذلك تطورات المشهد على الجبهة السورية التركية في ضوء استمرار الاعتداء التركي على السيادة السورية. سؤال محدد لمعالي الوزير الألماني ما يتعلق بالمنطقة الآمنة التي كانت قد اقترحت من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعلمنا أن لديك تصورا ربما مغايرا لتصور المستشارة الألمانية بهذا الخصوص، وبخاصة أنك عدت مؤخرا من تركيا وكان لك اجتماع هناك. شكرا جزيلا. Ja, wir haben, glaube ich, eine aktuelle Entwicklung in Syrien und für Syrien, die ganz entscheidend ist. Der Verfassungskonvent zusammentreten. Mit vielen darüber gesprochen والذي تحدثنا عليه كثيرا ووجدنا حلول ونتائج وساهمنا في عمل هذا الدستور قام بتمثيل الأسد حكومة الأسد وبعض والمعارضة der Führung der Vereinten Nationen der Status ist للدولة für eine Verfassungsreform شكل دستوري demokratische Wahlen in Syrien دستور للدولة dass nur eine politische Lösung هناك حل سياسي يجب أن يتم في سوريا ويجب أن ننفذه، وما يخص اللاجئين الذين سيأتون من ليبيا من تركيا من أوروبا لدينا الثقة zurückzukehren. Darum geht es uns im Moment ganz besonders. Dafür zu sorgen, dass die 200.000 Menschen, die aufgrund der Militär
الحملة التي تتم الآن في سوريا واللاجئين يجب أن يكون لهم مساعدات إنسانية. في العديد من المباحثات حاولنا أن نساهم بإنجازات لكي تتم هذه العملية على أحسن وجه. أكيد نحن نتابع تطورات المشهد السوري بقلق بالغ، وإن كان يجب أن تكون مناسبة انطلاق اللجنة الدستورية موضع للتفاؤل، وهي بالتأكيد لحد ما موضع للتفاؤل لأنها ترسخ من أهمية دفع المسار السياسي نحو الأمام حتى يتم التوصل إلى حل للوضع القائم في سوريا فيما بين الأطياف السياسية السورية سواء كانت الحكومة السورية أو المعارضة السورية. ولكن نحن نشاهد أيضا على مدى الخمس ست سنوات الماضية مدى التدمير وفقد الأرواح والمعاناة التي تحملها الشعب السوري نتيجة للصراع العسكري القائم، وهناك مسؤوليات كثيرة تقع على أطراف كانت منخرطة في هذا الصراع وكانت مزكية له، وكنا نأمل أن ينحصر ذلك نظرا لما تم تحقيقه من تحقيق قدر من الاستقرار ومحاصرة الأعمال العسكرية. فيأتي الاجتياح والاعتداء التركي العسكري على شمال شرق سوريا ليعيد مرة أخرى العمل العسكري والخروج خارج شرعية دولية وما يمثله من تهديد للسلم والأمن الدولي وعدم الالتزام بقواعد الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. نرى أهمية أن يكون هناك موقف دولي واضح في رفض هذا التصرف والمطالبة بالعدول عن هذا العدوان والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها، وأن سوريا يجب أن تكون للسوريين وأن يتم القضاء التام على العناصر الإرهابية التي تمثل تهديد ليس فقط للشعب السوري ولكن لشعوب المنطقة والجيرة المباشرة المتمثلة في أوروبا. فالمسار السياسي والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 هو السبيل الوحيد، ولكن الاعتداء التركي بالتأكيد له تأثيره السلبي على هذا المسار السياسي على انتشار التنظيمات الإرهابية ونفذها إلى عديد من الدول بالمنطقة عبورا بال قنوات التي أتت بها إلى سوريا وربما الآن تستفيد منها لتحقيق أغراض سياسية كما كان في الماضي. شكرا جزيلا.